النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، رام الله فلسطين، أهلا بكم. أظهر تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخرا أن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز 280 ألف عاطل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الوظائف المعروضة والمعلنة في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية نحو 680 وظيفة فقط خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغ نحو 100 وظيفة عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني حالة ركود آيلة إلى الارتفاع في الأسواق. قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أمس إن السعودية أودعت لدى البنك ملياري دولار اليوم عبارة عن قرض أجله 5 سنوات دون فوائد، والمبلغ المودع جزء من حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل حزمة المساعدات السعودية منتجات نفطية بملياري دولار ومليار دولار نقداً. رجح متعاملون في قطاع الإسكان وصول حجم الاستثمارات الفندقية في مكة المكرمة إلى نحو 133 مليار دولار مع نهاية العام القادم، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل عدد الأبراج والفنادق التي يجري العمل على إنشائها في المناطق المركزية وخارجها. ووصل سعر المتر المربع في المنطقة التجارية القريبة من الحرم إلى 100 ألف دولار، ما يجعله الأغلى على مستوى العالم. حثت مجموعة 20 الولايات المتحدة على الوضوح في سياستها النقدية التي تثير قلق الدول الناشئة، خاصة بعد تصريحات البنك المركزي الأمريكي مؤخراً بسعيه للتخلي قريباً عن سياسة التيسير النقدي التي ينتجها منذ سنوات. وتعهدت المجموعة بالتحلي بالحذر واحترام الأصول في سياستها النقدية لدعم الاقتصاد. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.